بصراحة الكورس كويس جدا، استفدت فيه معلومات كتير، في علم كتير، الناس المدربين ما بيخلوش على المتدربين، سواء كابتن غامري سواء باسكال سواء دكتور اسلام، اغلب الدكاتره كلهم ما بيخلوش حتى في الاسئله اللي بره المنهج. كنت مفكر هستفيد مثلا 40 50% من المعلومات، استفدت 70 80% اكتر ما كنت متخيل، غير انا خدت خبرات تانية في حاجات تانية بره الموضوع اللي انا جاي عشانه اساسا، خبرات شخصيه مدربين ونجاحات، وقصه نجاح كابتن غامري اثرت فيا انا شخصيا.